أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج السرطان الثلاث 7 سبتمبر أيلول 2021. تشير التأثرات السماوية إلى أنك لن تكون قادرا على إخفاء مشاعرك خلف واجهة حلوة ومبهجة. قابل أشخاصا يمكنك التفكير معهم في توسيع نطاق عملك. إذا كنت قد وافقت بالفعل على التحدث، تحلى بالصبر مع الآخرين وحاول تقديم تنازلات، ولا تدع الخوف من الفشل يتغلب عليك. خلال هذه الفترة سيؤدي الاجتماع الذي تعقبه أخبار جيدة إلى أحداث تغيرات متوقعة صغيرة ولكنها واعدة في حياتك. السعي المتزايد لتحقيق النجاح المادي سيكسبك موافقة عدائية ومشاكل في التواصل. تعامل بجدية مع مهامك التي تساعدك على تنفيذ خططك. إذا شعرت أن هناك نوعا من العوائق التي تعترضك للتعبير عن مشاعرك الحقيقية، فقد تحتاج إلى مزيد من التحقق في هذا الأمر من خلال التحليل الذاتي. ليس من المستحسن السفر. إذا لزم الأمر توخى الحذر وثق بحدسك لأنه في صفك. عاطفيا، تجلب محاذاة الكواكب طاقة مرحة وسعيدة جدا لليوم، لذلك إذا كان لديك شيء تريد حقا أن تقوله فسوف يكون هذا الوقت المناسب للقيام بذلك، حيث ستكون قادرا على التواصل بطريقة ستحصل عليها عبر الرسالة دون الحاجة إلى اللجوء إلى الأساليب المخادعة. قد تشعر قريبا برغبة في إلقاء الحذر على الريح والاستغناء عن ذلك لمرة واحدة، مما يسمح لمزاج اللحظة بدفعك إلى الأمام. من الممكن أن تعقد العلاقة مع شريكك بسبب عدم الانتباه. قد تخلق مشاكل بسبب عدم رغبتك في ضبط النفس والتعبير عن مشاعرك للناس الحسودين. أنت بحاجة إلى تقييم الموقف بطريقتك الخاصة ووقتك الخاص، ولا تنوي الاستعجال من قبل أي شخص للقيام بخطوة قبل أن تكون مستعدا لها. رسالة الكون، أنت بحاجة للتغيير. أولئك الذين يعتزمون السفر لحضور اجتماع يحتاجون إلى الاستعداد للتأخير. تذكر أن سحرك يمكن أن يخلق المعجزات، لكن لا تعتمد عليه فقط لتحقيق أهدافك. حافظ على مزاجك وسلوكك الجيد على الرغم من مشاكلك. مهنيا، قم بإجراء عمليات الشراء الضرورية قبل العمل ثم تولى مهام وظيفتك. لن تمنعك الصعوبات من النجاح لفترة طويلة لأن الكواكب في صفك. قد يكون من الأفضل الإبطاء بدلا من الإسراع لأنك لا تريد القفز إلى أي شيء بسرعة كبيرة ثم تكتشف أنك ارتكبت خطأ. الطاقة المنبعثة من الكواكب تجعلك على اتصال بمشاعرك. إذا كنت ستسافر قريبا فتحقق مرة أخرى إذا كانت جميع مستنداتك سليمة. قم بإجراء التغيرات في حياتك لتصبح نقطة انطلاق للوصول إلى وقت يسمح لك بتحقيق خططك. لا تنجذب إلى التوقيع على المستندات المالية والمصرفية، ولا تدير ظهرك لمبادئك. صحيا، ستبدأ المشكلات الصحية التي كنت تتجاهلها لبعض الوقت الآن في اتخاذ أبعاد خطيرة. إذا لم تستشر أخصائي صحي على الفور، يحتاج نظامك الغذائي على وجه الخصوص إلى عناية فائقة. تجنب وضع أي شيء في نظامك تعرف أنه ليس جيدا لك. إذا كنت تعاني من حالة مزمنة وتتجاهل الإرشادات الغذائية، فهذا هو الوقت المناسب للعودة إلى روتين صارم.